بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله المحاضرة الآن إن شاء الله سوف نتناول فيها دراسة الجدوى الفنية. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن دراسة الجدوى التسويقية، وقلنا دراسة التسويقية هي تتعلق بدراسة السوق الحالي والمتوقع عن طريق جمعات كبيرة من البيانات ثم تحليل البيانات. ودراسة الجدوى السوقية كلها مبنية على جانب الطلب، على جانب دراسة السلوك المستهلك، على جانب إنتاج السلعة حسب المواصفات التي يرغب فيها المستهلك. وأيضا قلنا دراسة الجدوى السوقية تتعلق بحجم السوق الحالي والمتوقع، وقلنا الدراسة أيضا تقوم على البيانات. طبعا قلنا هي بيانات نوعين، بيانات أولية أو ميدانية وبيانات ثانوية. وقلنا البيانات مهمة جدا لأنها بتساعدنا في تقدير حجم الطلب على السلعة. وإن شاء الله في محاضرة هذه المحاضرة نتناول الدراسة الفنية. دراسة الجدوى الفنية هي طبعا تحتمل على الدراسة السوقية، على النتائج الإيجابية للدراسة السوقية. إذا كانت الدراسة السوقية نتائج إيجابية نقوم بعمل الدراسة الفنية. أما إذا الدراسة السوقية عندها نتائج غير إيجابية فلا داعي للدراسة الفنية. إذا الدراسة الفنية هي تتعلق بمدى إمكانية قبول المشروع أو عدم قبوله، إمكانية قبول المشروع أو عدم قبوله اعتمادا على النتائج الإيجابية للدراسة التسويقية. طبعا الدراسة التسويقية بتسبق الدراسة الفنية. طيب لماذا نعمل دراسة فنية؟ يعني ما هي أهمية الدراسة الفنية؟ فزي ما ذكرنا في المحاضرة الماضية عن أهمية الدراسة السوقية، وبرضو أنا بتمنى إن لا نزلت هي نزلت نزلت على على طيب نزلت نزلت على المنتدى. ايه ما خصنا سبيل. لا أنا مادة اقتصادية بس بندرس فيها حاجة بسيطة اللي هو يعني على خفيف ندرس مادة اقتصادية بدون تعقيدات. مادة اقتصادية احنا بندرسها حتى لطلابنا في الصباحي على خفيف ان شاء الله، ما في مشكلة. في الدراسة التسويقية طيب فإن شاء الله محاضرة اليوم نواصل فيها الدراسة الفنية.
إيه صحيح، معلش النماذج الاقتصادية لتحليل الطلب في دراسة الجدوى التسويقية إحنا أخذنا 3 نماذج، صحيح؟ إيه نماذج، عفوا، النماذج الاقتصادية. صحيح، فنموذج متوسط ضوء استهلاك الفرد، هذا النموذج بنحصل عليه عن طريق تقسيم استهلاك على عدد السكان، نسبة الاستهلاك على عدد السكان. نرجع نمشي شوية للنماذج، عفوا، يعني ما في على عمل كثير. فنموذج متوسط استهلاك الفرد بنقسم سي على عدد السكان، يعني نقسم استهلاك السكان على عدد نقسم استهلاك على عدد السكان وليس بالعكس. وأيضا بنستخدم المرونات، والمرونات هي طبعا المرونة هي تغيير نسبة الكمية المطلوبة على تغيير في السعر، هذا درسناه في الاقتصاد الجزئي، هي خاصة بالاقتصاد الجزئي، ولكن المرونة توضح لنا انه اي تغير في السعر يؤدي لتغير في شنو؟ في الطلب. يعني اذا السعر تغير والطلب تغير نقول في مرن، يعني نقول في مرونة. يعني مثلا اذا السعر انخفض والطلب زاد نقول في مرونة، ولكن إذا السعر مثلا انخفض والطلب ظل ثابت نقول طلب غير مرن. النماذج اسمع علينا نعرف الجانب النظر فيها. فمرونة الطلب السعرية درسناها في الاقتصاد الجزئي، وتعني لنا التغير في حجم الطلب أو التغير في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في شنو؟ في السعر. طيب الدراسة السوقية طيب عفوا فقلنا النماذج الاقتصادية نموذج متوسط دخل استهلاك الفرد، فهو بيقسم استهلاك على عدد السكان، طبعا ده مؤشر يعني دي نتيجة، مثلا بقسم استهلاك سي على عدد السكان، فده كل ما كان مثلا استهلاك يعني كل ما كان عدد السكان كبير جدا يكون متوسط استهلاك الفرد قليل، لانه عدد السكان في المقام السكان والاستهلاك في البسط، وكل ما كان الاستهلاك كبير يكون متوسط استهلاك الفرد اكبر. وطبعا ده مؤشر، يعني اذا كان متوسط استهلاك الفرد كبير معناها يعني دخل الفرد مرتفع، معناها دخل الفرد مرتفع، فدخل الفرد مرتفع معناها شنو؟ معناها اتوقع انه يكون في طلب. اي نركز على النظر بس. المرونات زي ما عاد درسناها في الاقتصاد الجزئي اللي هي تعمل مرونه الطلب السعريه، هي التغير نسبه الكميه المطلوبه مقسوم على التغير نسبه شنو؟ في السعر. يعني المرونه معناها يعني السعر تغير الطلب يتغير. بنستفيد في شيء يعني ما هي الفائده التي نستفيد منها في المرونه؟ طبعا بنستفيد من المرونه في دراسه الجدوى، يعني مثلا في سلعه معينه
سعرها مثلا زاد، راح طلب عليه انخفض سعره جدا، هذه سلعة مرنة، هذه سلعة مرنة يعني بالنسبة لنا، هذه سلعة أي زيادة في السعر تؤدي انخفاض كبير في الطلب، يعني الطلب عليه يقل. فإذا هذه السلعة سعرها زاد أنا لا اتجاه، لأن سلعة مرنة، لأن الطلب زاد، الطلب السعر زاد، الطلب نقص. ولكن مثل سلعة غير مرنة، يعني الطلب سعر زاد، الطلب ظل ثابت لم ينقص، هذه مثل شنو؟ غير مرنة. لا لا، المرونة الداخلية لا لا لا، مو معنا، لا 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 لا، مو معنا. لا، أصلا المرونة احنا درسنا في الاقتصاد، سنة في الاقتصاد جزئيتين، يعني نستفيد منها، يعني إذا السعر تغير فهل الطلب يتغير ولا ما يتغير؟ في زي ما مثلا ذكرتها، سعر راح مثلا زاد، بس انا ابغى اشتري سلعه مع سعرها زاد، الطلب ظل على ثابت، هي سلعه سميها سلعه غير مرنه. المو ايش المو معنى يعني بس الجانب النظري، في الجانب النظري في النماذج. واضح واضح، اوكي ممتاز. طيب نروح للدراسة القانونية، معليش عفوا، الدراسة الفنية. طيب عرفنا الدراسة الفنية، نشوف أهمية الدراسة الفنية. أهمية الدراسة الفنية تمثل لنا إخواني في تقدير رأس المال، وعرضوا الدراسة الفنية نقدر نقدر رأس المال بس بكل بكامل جوانبه، أقدر من ناحية الأراضي، من ناحية المباني، من ناحية المعدات، قطع الغيار، الآلات. يعني دراسة الجودة الفنية أهميتها أنا على أساس أقدر شنو أغذي احتياجي من رأس المال، كم محتاج رأس المال؟ طيب 1 مليون ريال، 50 مليون ريال، 100 مليون ريال، فما الأراضي، المباني، هذه كلها بقدر أقدر بناء على الدراسة الفنية. يعني مثلا المترو الرياض، هذا المترو عملت دراسة فنية، وبالتأكيد طبعا على أساس الدراسة الفنية تم تقدير شنو حجم رأس المال والشوارع الرئيسية للمترو والآلات والمعدات. يعني الدراسة الفنية مهمة جدا، تساعدني أنا أقدر أقدر احتياجات المشروع من رأس المال وتبعات رأس المال من أراضي، مباني، آلات، معدات، وقود وغيرها. إذا الدراسة الفنية تساعدني إخواني في اختيار المكان المناسب. طبعا من أهم حاجة في دراسة الجدوى اختيار الموقع المناسب، لأن اختيار موقع غير مناسب يؤدي الى فشل المشروع او الى عدم نجاح المشروع. يعني في لغه شنو يعني ما يفشل، ولكنه يشتغل بطاقه متدنيه. فمثلا اريد اعمل مع السيارات، فاذا مثلا مخرج 9 اخترت مخرج 10، هنا اخترت مكان غير مناسب، هذا يؤدي الى انخفاض كبير جدا في الارباح، ربما يؤدي الى شنو؟ الى خساره في المشروع. طيب ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أيضا دراسة الجدوى بتساعدني في اختيار حجم المشروع، يعني طاقم تأجير المشروع.
اي جينا من المصدر يا اخواننا، خلاص في المصدر من هاي، نعم النظر فقط. طيب دراسة فنية أيضا تساعدنا في تحديد حجم المشروع أو الطاقة في المشروع، كم ننتج 100 طن 200 طن 300 طن. أيضا تساعدنا في الحصول على احتياجات المشروع من الآلات والمعدات والمادة الخام على حسب المشروع. إذا الدراسة الفنية تساعدنا في اختيار الحصول على حق التصنيع. ما هو حق التصنيع؟ حد يعرف حق التصنيع؟ ما هو حق التصنيع؟ حق التصنيع تبعنا فن هو العلامة التجارية، هو العلامة التجارية. يعني مثلا مطاعم ماكدونالدز في الرياض هي ماكدونالدز شركة أمريكية، وبالتأكيد هم أخذوا حق التصنيع من الشركة الأم، فهي العلامة التجارية، الاسم هي الاسم. فأنا أقدر مثلا الدراسة الفنية أقدر أحصل على شنو حق التصنيع أو العلامة التجارية. طيب إذا درسنا الجيدة الفنية كانت ضعيفة عندها ثلاث أساس سالبة، هتركز معي فيها، إنه إذا كانت الدراسة الفنية كانت ضعيفة فبالتأكيد عندها سلبيات. السلبية الأولى بيصير لنا اختناق في خطوط الإنتاج، يعني يصير عدم تناسق بين مراحل الإنتاج. كيف؟ يعني مراحل، طبعا هون أي إنتاج يمر بمراحل، أي إنتاج يمر بكمية من المراحل. إذا في خطأ في الدراسة الفنية يصير خط زايد طاقته زايدة وآخر طاقته شنو معطلة. أوكي إخواننا، يعني الأسعار السالبة في الدراسة الفنية هي ظهور اختناق في خطوط الإنتاج. فهو يكون خط مثلا طاقته زايدة وخط آخر صغير بطاقة شنو متعطل، هذا يدل على فني. فالمنتج يكون فروع فني. كثيرا ما نسمع عن احنا اخواننا بشركه تويوتا احيانا تستدعي سيارات في العالم، يعني تستدعي سيارات في العالم من هنالك عيب، فتبغى الناس يرجعوا السيارات مره اخرى حتى. هذه كلها احنا اخواننا عيوب فنيه، فاحيانا تصل هذه المشاكل الفنيه وبيكون مثلا السبب شنو خط زايد، مثلا خط مثلا وقته 5 دقائق اخذ في 3 دقائق كان طاقته زايده، واخر وقته 4 دقائق اخذ 6 دقائق في العمليه الانتاجيه. فاصبح عندنا خطين، واحد طاقته زايده واحد متعطل، هذا بيعمل ليش شنو اختناق في خطوط الانتاج، فبيؤدي لعدم التناسق في مرحله الانتاج. قلنا الانتاج يمر بمراحل، فأي خطأ في هذه الخطوط يؤدي لعدم شنو التناسق. أيضا الأساليب السالبة درس الجودة الفنية تحت تتمثلين فيها اختيار أساليب فنية غير ملائمة لطرق إنتاج غير ملائمة، يعني تكنولوجيا غير ملائمة، اختيار تكنولوجيا غير ملائمة. طبعا إذا أردت تعمل مشروع ما وتحتاج لبعض الآلات احنا نسميها أساليب فنية، هي التكنولوجيا الآلات المعدات. وإذا ذهبت إلى السوق فحتجد أنواع آلاف من الآلات المعدات، في هنالك الصيني وهنالك الأمريكي وهنالك الإيطالي، والصين ذاته هو أنواع مختلفة والآلات أنواع مختلفة، في آلة تقوم ب5 وظائف، في آلة أخرى تقوم ب10 وظائف، في آلة تنزل في الدقيقة 20 قطعة، في آلة تنزل في الدقيقة 100 قطعات، يعني حتحصل أنواع مختلفة من الآلات والمعدات التكنولوجية. فإذا كانت الجودة الفنية ضعيفة حتختار التكنولوجيا غير مناسبة، تختار أساليب فنية غير مناسبة. و
وطبعا يعني الدراسه الفنيه هنا لها دور كبير جدا انك تختار التكنولوجيا المناسبه. فحين مثلا اذا اردت تشتري مثلا جهاز لابتوب، فهنالك انواع كثيره من اللابتوب في السوق، سعتها ما وعدها، الكباسيتي بتاعتها ما وعدها، الرام بتاعها في 4 جيجا 6 جيجا، ابعاد السوق في 3 في 5، يعني تجي كمبيوترات مواصفات مختلفه. فكيف اختار انا افضل اله او افضل تكنولوجيا؟ دراسه الجهاز الفنيه بتساعدني انا اختار شنو؟ اختار افضل تكنولوجيا من حيث الجوده، من حيث الوظائف تقوم بوظيفه كبيره جدا، من حيث تحمل مثلا درجه الحراره اذا كان بلد حار مثلا، من حيث الصيانه، من حيث توفر قطع الغيار، من حيث الايد العامه التي تقدر تشغلها. يعني الدراسه الفنيه بتساعدني انا اختار التكنولوجيا المناسبه. واي خطا في ذلك سوف اجي اختار تكنولوجيا غير المناسبه. ايضا من الاثار السالبه اللي تروح تدرس الجهاز الفنيه وما تشتري تكنولوجيا بتكاليف عاليه، يعني بدل تشتري ب 10,000 ريال تشتري ب 15,000 ريال، لان هنالك شنو؟ ضعف في الدراسه الفنيه. في الدراسه الفنيه تساعد في اختيار التكنولوجيا المناسبه من حيث الجوده، من حيث الوظائف، من حيث الصيانة، من حيث قطع الغيار الاسبير، من كل النواحي. فأي ضعف في الدراسة الفنية يجعلنا نختار تكنولوجيا باهظة الثمن. طيب نيجي لمكونات دراسة الجدوى الفنية. وأهم حاجة للجدوى الفنية هو أن هي اختيار حجم المشروع والموقع والتكنولوجيا. يعني 3 أشياء: اختيار حجم المشروع، تعريف أجل المشروع، وموقع المشروع أين يقع المشروع، والتكنولوجيا المناسبة. اختيار الأساليب الإنتاجية الملائمة نقصد بها شنو إخواننا؟ التكنولوجيا. لما نقول اختيار الأساليب الإنتاجية الملائمة نقصد شنو؟ التكنولوجيا. هذه كلها من قواعد دراسة الجدوى الفنية: حجم المشروع، موقع المشروع، التكنولوجيا المناسبة. ان شاء الله نمر عليها واحده واحده. نبدا باختيار حجم المشروع اللي هي رقم 1، او احيانا سماها الطاقه الانتاجيه للمشروع. هناك اكيد عوامل اخواننا تؤثر في اختيار حجم المشروع. هذه العوامل تمثل في حجم المبالغ الاقتصاديه المتاحه. طبعا اذا اردت ان تشتري سلعه تكون لابد ان تكون لديك موارد اقتصادية متاحة لك. هذه الموارد احنا قسمنا لثلاثة أنواع: موارد بشرية اللي هو رأس المال البشري اللي هي الطاقة الذهنية والبدنية التي بها الإنسان، موارد طبيعية أراضي مياه وغيرها ما هو في الطبيعة، وموارد مالية طبعا رأس المال فلوس الآلات المعدات الماكينات، كل هذا احنا نسميه موارد مالية. يبقى العوامل تأثر في اختيار حجم المشروع حسب الموارد الاقتصادية المتاحة. هذا الفرق سمعنا تنقسم 3 أقسام: موارد طبيعية هي هبة من ربنا، موية، أراضي أكيد نحتاج لها طبعا وغيرها حسب المشروع، وموارد بشرية هي الطاقة الذهنية والبدنية التي يبذلها الإنسان، وثم الموارد المالية رأس المال. هذا مهم جدا، رأس المال يشمل شنو؟ النقد، زائدا الآلات والمعدات وقطع الغيار والوقود ومواد الخام وغيرها، هذه كلها تدخل في رأس المال. أيضا من عامل أصل اختيار حجم المشروع هو حجم السوق الفعلي والمتوقع. الآن كم يستوعب السوق؟ الآن كم يستوعب مثلا أنا أبغى أدي سلعة سميها مثلا إكس، فكم حجم السوق الآن الفعلي للسلع إكس؟ وما هو متوقع؟ إذا مثلا أنتج دواجن، كم حجم السوق الفعلي الذي يستوعب الدواجن موجود؟ وما هو متوقع خلال السنوات القادمة، خلال 5 سنوات القادمة؟ طيب، الطرق المستخدمة في تحديد حجم التعادل
احنا اكيد طبعا مرت عليكم ما يسمى بنقطه التعادل، يعني انا عشان احدد حجم المشروع في كم طريقه، طرق مستخدمه في تحديد حجم المشروع، كم انتج 1000 وحده 2000 وحده 3000 وحده، لو شنو اسلوب تحليل التعادل ممتاز، اسلوب تحليل التعادل اسلوب تحليل التعادل اللي هو اخوانا من نقطه التعادل. ما هي نقطة التعادل؟ احنا درسناها في الاختصاص الكلي. ما هي نقطة التعادل؟ هي النقطة التي عندها شنو؟ تتعادل التكاليف الكلية مع الإيراد الكلي. تكاليف هي خسارة وإيراد هي دخل. فنقطة التعادل هي النقطة التي عندها يتعادل الإيراد الكلي مع التكاليف الكلية. حلو حلو. الإيراد بيساوي الكمية في السعر، يعني الإيراد بيساوي الكمية في السعر. يعني مثلا شخص يبيع مثلا ادوات كهربائيه، فيقول لك اليوم مثلا والله يبيع لنا 100,000 ريال، هو ما باع 100,000 ريال، هو باع سلع قيمتها 100,000 ريال، فضرب السلع اللي باعها في اسعارها، هذا هو الايراد. اوكي؟ اما التكاليف الكليه هي التكاليف الثابته زي التكاليف المتغيره. التكاليف الكليه هي التكاليف الثابته زي التكاليف المتغيره. ما هي التكاليف الثابته؟ هي التكاليف التي لا تتغير مع تغير حجم الانتاج، مثل الاراضي، المباني، الاساسات. اما التكاليف المتغيره هي التكاليف التي تتغير مع تغير حجم الانتاج. فلما نجمع التكاليف الثابته مع التكاليف المتغيره تحت التكاليف الكليه، فاذا المشروع حقق نقطه التعادل، هذا يعني ان المشروع لا يحقق الربح ولا يحقق خساره. لا يحقق شنو؟ لا ربح ولا خساره. وهذا اقل شيء مستوى من الانتاج، يعني هي اقل مستوى من الانتاج دون الوقوع في خساره. طيب تكلمنا عن التكاليف الإيراد الكلي، يقول هو حجم المبيعات أو كيو مضروب في السعر. التكاليف الكلي يقول يساوي التكاليف الثابتة زي التكاليف المتغيرة. طيب حجم التعادل هذا غير بيهمني، يساوي التكاليف الثابتة على السعر أو إيراد متوسط، هو نفسها السعر هو نفس الإيراد المتوسط ناقص التكاليف المتوسطة المتغيرة. التكاليف المتوسطة هذا غير لازم نحفظه. الإيراد حجم التعادل، حجم التعادل معناه ايش يا اخوانا؟ معناه لا ربحان لا خسران، يعني انتجت مثلا 1000 تلفزيون، هذا هو حجم التعادل، لا ربحان لا خسران. اوكي؟ فكيف بجيب حجم التعادل؟ التكاليف الثابتة على السعر أو الإيراد المتوسط، هو نفسه. ناقص التكاليف المتوسطة المتغيرة لتكلفة الوحدة الواحدة. التكاليف المتوسطة المتغيرة هي تكلفة الوحدة الواحدة. ممتاز؟ هذا هو القانون. ها؟ التكاليف المتوسطة المتغيرة بقسم التكاليف المتغيرة الكلية على عدد الوحدات، على 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 كمية الإنتاج. يعني إذا أبغى التكاليف المتوسطة المتغيرة بقسم التكاليف المتغيرة الكلية على شنو؟ على عدد الوحدات المنتجة. يعني مثلا لو قلت مثلا بلاوة، فأبغى التكاليف المتوسطة المتغيرة معناها كم تكلفة الغلو الواحد؟ التكلفة المتوسطة المتغيرة معناها كم تكلفة الغلو الواحد؟ إذا مثلا عندي 20 قلم كلفوني 100 ريال، 100 ريال التكلفة المتغيرة الكلية، وعلى الوحدات اللي 20 قلم، فبقسم 100 ريال على 20 قلم تساوي 5.
معناه القلم الواحد كلفني 5 ريال، معناه يمكن أبيعه بأقل من 5 ريال في السوق، لازم يبيعه أقل أكثر من 5 ريال. واضح إخواننا؟ هذا أنا واضح؟ ممكن ممكن يجي عليه سؤال، ممكن حافظ على المسار طبعا. تقلل المتغير، هذا اخذ درس في الاقتصاد الجزئي، هي التكاليف التي تتغير في معتقد حجم الانتاج زي المادة الخام وغيره. التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تظل ثابتة، يعني لا تتغير مع تغير حجم الانتاج مثل الاراضي والمباني. طيب عند القانون الثاني حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية، أبغى كنسبة يعني كم نسبة من الطاقة الإنتاجية الكلية الحجم الإنتاج الكلي. فببساطة بقسي حجم التعادل على الطاقة الإنتاجية الكلية ضرب 100، ده شوف حجم التعادل ده نسبته كم من الطاقة الكلية الإنتاجية. لا عليه مسائل طبعا، ماشي. فعند حجم التعادل هذا القانون بتاعه يساوي التكاليف الثابتة على الإيراد المتوسطة والسعر واحد في هو نفسه ناقص متوسط التكاليف المتغيرة. عندي الإيراد الكلي حجم التعادل كنسبة من الطاقة الكلية، تقسيم حجم التعادل على الطاقة الكلية ضرب 100. والقانون الثالث قيمة التعادل النقدي، يعني التعادل النقدي حجم التعادل مثلا كم أنتج تلفزيون غير التعادل، يعني مثلا أنتجت 1000 تلفزيون هذا حجم التعادل، 1000 تلفزيون غير حجم التعادل، يعني لا خسران لا ربحان. أما التعادل النقدي عبرت عنه فلوس، يعني مثلا أنتج مثلا ما قيمته 100,000 ريال هذا حجم التعادل، هذا هو التعادل النقدي، يعني بعبر عنه بالنقد أو بالفلوس. يعني أنتج ما قيمته مثلا 100,000 ريال هذا حقيقة التعادل، لا ربحان ولا شنو ولا خسران. طيب حافظ على مثال ان شاء الله. هذه طبعا نقطة التعادل استاذ زمان، هذه نقطة التعادل. شوف هنا الإيراد الكلي والتكاليف الكلية تقاطعوا مع بعض، هذه الرسمة من باب المعرفة يعني. وهذا نقطة التعادل، هنا ربح لأن الإيراد أكبر من المصروف، وهنا خسارة لأن التكاليف والمصروف أكبر من الإيراد، أما هنا لا ربح ولا خسارة. طيب نأخذ هذا المثال، طيب دار البيارات الثانية، دار سعر البيع سعر 25 جنيه أو ريال، تكاليف الثابتة 100,000، تكلفة الوحدة المتغيرة هي التكلفة المتوسطة، تكلفة الوحدة المتغيرة هي تكلفة الحبة الواحدة هي التكلفة المتوسطة المتغيرة، فلا تخلط يعني تكلفة الوحدة المتغيرة هي التكلفة المتوسطة المتغيرة، وبالتالي تقطع المشروع الكلي اللي تقل انتهي المشروع كم 20,000، يعني هذا المشروع ينتج 20,000. هذه بيانات محطة. طيب ايش المطلوب؟ مطلوب حجم التعادل كنسبة من الطاقة الإنتاجية وقيمة التعادل النقدي. وفي الأول بيجيب حجم التعادل ثم بيجيبه كنسبة من الطاقة الإنتاجية، ويجيب قيمة التعادل ثم بيجيبه كنسبة من الطاقة الإنتاجية. طيب Thank you.
يشاكون. هذا شيء في مشكلة. لا الواحد برا الواحد هذا برا هذا الواحد برا خلينا نستغل المثال هذه الشريحة اللي بعثت أنا ما فتحت معي. الواحد هذا برا هذا الواحد برا from the needles.
طيب هذا حلم التعادل، معلش عفوا، عندي هنا في البيانات سعر 25 تقريبا الساب ترابيوتر، تقريبا متغير 15، تقدم شراء الكلية 20,000، فهذا راح أشوف حجم التعادل، حجم التعادل كان نسبة تقدم تجي الكلية، التعادل النقدي وغير التعادل النقدي كان نسبة تقدم تجي الكلية، هذه الأربعة مطلوبة، فحجم التعادل قبل القانون سوي التكاليف الثابتة على سعر البيع ناقص تكلفة واحدة متغيرة، عملية سهلة جدا. تكاليف الثابتة كم؟ 100,000، وهي موجودة في المحطيات، تكاليف ثابتة 100,000 على السعر 25، هو موجود سعر 25 على تكلفة واحدة متغيرة اللي هي 15، اللي هي 15 يعني بطبق القانون يصير 10,000 على 25 ناقص 15 الباقي 10، 10,000 100,000 على 10 يصير 10,000 وحدة، يعني حجم التعادل كم؟ 10,000 وحدة، يعني وحدة دي مثلا مثلا سلعة، يعني مثلا في مثلا تلفزيون معناها حجم التعادل شنو؟ 10,000 تلفزيون، يعني شنو 10,000 وحدة؟ هذا أقل حجم إنتاج حقيقي للتعادل، لا ربحان ولا خسران، هذا أقل حجم إنتاج حقيقي للتعادل، لا ربحان لا خسران، هذا المستوى من الإنتاج لا حق ربح ولا حق خسارة، أوكي؟ هذا هو شنو أخواننا؟ حجم التعادل، هل هذا مفهوم؟ عملية بسيطة جدا، فهم حجم التعادل، حد ما فهم حجم التعادل؟ واضح؟ طيب، مرجع بجيب التعادل كنسبة مرتاحة تجيب كلية، يقول حجم التعادل أول جاني كم؟ جاني 10,000، وشوف، يعني 10,000 حجم التعادل، 10,000، فـ بقسمه على الطاقة تجيب كلية ضرب 100، 10,000 على 20 ضرب 100 يجي 50,000. معنى حجم التعادل ده نسبته من الطاقة الكلية المشروع 50,000، 50%، يعني حجم التعادل يعني هذا المشروع يشتغل ب 50% من طاقته الإنتاجية يحقق التعادل لا ربح لا خسارة. يعني مثلا إذا هذا المشروع مثلا ينتج تلفزيونات، إذا مثلا حجم التعادل 100 تلفزيون، هو أنتج 50 تلفزيون 50% يحقق التعادل لا ربح لا خسران، فأي إنتاجية أكثر من 50% تحقق الربح. واضح اخواننا؟ واضح؟ طيب، كان عندي حجم التعادل، هذين نقطة التعادل كون المشروع كنسبة من الطاقة الإنتاجية تحقق عندما يشتغل المشروع ب 50% من طاقته، ولا حق ربح ولا حق خسارة. يعني حجم التعادل عندي 10,000. حجم التعادل كان نسبته كم من الطاقة الكلية؟ 50%، جبتها كيف؟ بصفت حجم التعادل على الطاقة الكلية ضرب 100، جاتنا النسبة 50%. تاني عندي التعادل النقدي، هذا الواحد برا، ركز معي، هذا الواحد برا، بصفت التكاليف الثابتة على واحد برا ناقص التكلفة المتغيرة على سعر البيع، التكلفة الثابتة 100,000، واحد ناقص السعر التكلفة المتغيرة 15، والسعر كم؟ 25، فأول حاجة عمل 15 على 25، اللي يجينا يطرح منه واحد، أو خطة بالآن نحاسبه كلها مع بعض، سير 100,000 على 15 ناقص 25، اللي يجينا يطرح منه واحد، سير واحد ناقص 15 على 25، تجينا كم؟ 250,000، يعني التعادل النقدي كم؟ 250,000، حجم التعادل الجبال جاني كم؟ جاني 10,000، السعر عندي كم؟ السعر عندي محطة 25، فلو ضربت ال 10,000 في ال 25 بكون حولته من وحدات من سلعة إلى فلوس، يعني برضه ممكن أضرب 10 في 25 حيعطيني كم؟ 250,000 اللي هو التعادل النقدي. واخر حاجه التعادل النقدي كيف اجيبه؟ ب
بصرف التعاظم النقدي على الطاقة الإنتاجية الكلية للمشروع في السعر. هذا قانون التعاظم النقدي، التعاظم النقدي كنسبة من الطاقة الإنتاجية يساوي حجم التعاظم النقدي على الطاقة الإنتاجية في ضرب السعر. التعاظم النقدي كان 250,000 على الطاقة الإنتاجية اللي هي محتاجها 20,000 في السعر كان 25، فصار 250,000 على 20,000 في 25 ضرب 100 تجينا 50,000. بين هذا المشروع يحقق التعادل عندما يشتغل بكم ب 50% من طاقته الانتاجيه ولا يحقق ربح ولا يحقق شنو خساره. هذا هو الجانب العملي في حجم التعادل. هل هذا اخوانا واضح الجانب العملي؟ هل هو واضح؟ مره سهله. طيب ان شاء الله المحاضره وقتها خلص، نقف لحد هنا ان شاء الله ونواصل المحاضره الجايه. واشكر لكم اهتمامكم وحضوركم ومداخلاتكم، ونسال الله التوفيق لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تطبيق مباشر، تطبيق مباشر.